السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأسف اليوم أخبارنا ما فيها شيء بسر ولا فيها شيء يخلي الواحد يفرح. أخبارنا اليوم كلها حزينة. بنبتدي بأنه الإمارات قررت أنها تفتح ممر بري لقوات الاحتلال لحتى يمرقوا اللي بدهم اياه ويفوتوه لعند اهلنا لحتى يأذوا فيهم اهلنا بفلسطين. مع الاسف اليمن عمل جهود جباره لانه يوقف هذا الشيء ولانه يمنع هذا الشيء عن طريق انه يعترض البواخر اللي ضمن البحر الاحمر. وبالمقابل بنشوف اخوات الشر مترابط فتحولهم ممر بري. وغير هيك الوقت الحالي اللي نحن فيه هلأ عم يتجهز حملة كبيرة جيش دولي لحتى يحمي مضيق باب المندب. لعنة الله على شواربكم واحد واحد، لعنة الله على شواربكم شنب شنب. والله فكرت بدكم تعملوا تحالف وكذا لحتى تفوتوا مساعدات للناس اللي ماتت من البرد والجوع واللي انقهرت واللي انظلمت. اتحدوا هلا كلهم ضد اخوتهم اللي عم ينضربوا ليل مع نهار. هون اتحدوا كليتهم، بدهم يتحدوا على ابو يمن. لعنة الله عليكم، لعنة الله عليكم. لا فيكم ضمير، لا فيكن شرف، ولا فيكن نخوة، ولك حتى المسبة كتير عليكم. جايين انتو هلأ بدكن تدمروا الشيء، وسيلة الضغط الوحيدة اللي عملها بيمن بانه تفتحوا لي الممرات الارضية من طريق الامارات، وبدكن كمان تجهزوا لي جيش وكذا حتى تحموا السفن. على كل حال هذا الجيش اللي بدكن تحموا فيه السفن، ابو يمن رح يلعن ابو شرفه، تمام؟ أبو يمن حيفرتك أمه لهذا اللي أنتم بتكون تعملوا، وما رح تستفادوا شيء غير رح يصير عنكم ضحايا يا كلاب. عليكم واحد واحد شعب كلب. و بيقلنا شخص صحفي استشهد الله يرحمه اللي هو سامر أبو دقة. هذا الشخص لما استشهد أصيب بجراح أثر القصف، صيب بجراح بالغة، واللي طبعا هو انتهى عمره، ولكن نحن مؤمنين طبعا بقضاء الله وقدره، ولكن لكل موت في سبب. السبب أنه راحت سيارات الإسعاف لحتى تنجده، وقصف الطيران تبع الكيان ومنعه بأنه توصل لعنده وتسعفه. فهذا الشخص والله ينزف ساعات لحد ما صفي دمه وما ضل فيه بجسمه ولا نقطة دم. استشهد رحمه الله وراح لحياة هي أحسن بإذن الله من الحياة اللي كانت على الأرض. خلف وراه أولاد وبنت. قلهم الله. قلهم الله لأنه ما في أحد من الله علينا. وزميله الثاني أصيب ولكن الحمد لله رب العالمين أسعفوه، أصيب بجراح وتكسروا إيديه ولكن قاوم وراح وحضر الجنازة تبعه ورثاء قبل ما يموت. هذا موته برقبتكم أنتم كليتكم واحد واحد يا حثالة الأمم. بكرة يوم القيامة رح يجي هو بدمه ويحاسبكم رحمة الله عليه. دمه ينزف لحد ما نشف دمه ومات. ولك مات مرجله غير على سيارات الإسعاف، مات مرجله غير على واحد حامل كاميرا. شو السلاح اللي بيده كاميرا؟ طلع يحكي كم كلمة. وبالنهاية جايين بدكن تمنعوا أبو يمن من أنه يحبس السفن. لا خلاص، ليش روحوها لغزة بالمرة؟ خلاص، وين بيروحوا هالناس المساكين اللي عايشين هناك؟ حتى هاي شقفة الأرض مستكترين عليهم. بس تمام، ما عندكم أي مشكلة، تفضلوا شوفوا وجربوا. وأنا متأكد
انه الحرب اللي ناويين تنقلوها على اليمن راح تفوت على بلادكم بلد بلد، وما راح تقدروا تعملوا شيء ولا راح يطلع بيدكم شيء. هي اليمن بس.